قلت حضرتك كان مجهود كبير جدا بذله الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته في هذه اللائحه وتعديل بنودها، عرضوها على الاعضاء والاعضاء يعني مزيد من التفاصيل. بينضم الي سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ودينامو النادي الاهلي. في الحقيقه سياده العميد مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن ميدو، ازي حضرتك كابتن الاهلي؟ دايما بتنورنا ودايما بتسعدنا بمداخلاتك. يعني عايزين نعرف اخر تطورات نظام اللائحه الاساسي النادي الاهلي واخر تطورات الماتش الاهلي ان شاء الله في اليوم السبت ان شاء الله على ملعب السلام، واعتقد ان في طبعا كان اقبال جماهيري هائل على التذاكر. لا والحمد لله، بالنسبه للائحه النظام الاساسي او دستور الاهلي زي ما احنا يعني الناس بتقول وزي ما كل الحوار المجتمعي اللي حصل الحمد لله رب العالمين بيقول، احنا النهارده بالفعل تم تعليق الكشوفات الصيغه النهائيه للائحه في الثلاث فروع في وقت واحد، وبالفعل برضو نزل مشروع اللائحه نزل على الموقع الرسمي للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله بكره هنستلم النسخ من المطبعه عشان خاطر تتوزع على اعضاء الجمعيه العموميه. احنا ملتزمين بالكلام اللي احنا قلناه، ملتزمين بمواعيدنا طبقا للقانون. بنقول للناس والاعضاء الجمعيه العموميه عارفه طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا يعني كان عندنا 3038 مقترح بكلهم تقريبا اللجنه القانونيه برئاسه المستشار محمود فهمي والقامات المستشارين القانونيين اللي كانوا معاه، وصلنا بشكل نهائي وصيغه نهائيه ومراجعه لغويه من زميلنا المستشار احمد حسين رئيس قسم اللغه في مجلس الدوله، وطبعا المستشار اسامه قنديلي اللي بذل مجهود غير عادي صراحه، الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الاداره، محمد الجرحي النائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي العامري فاروق، كلهم بذلوا جهد غير عادي. النهارده بالفعل تم تعليق اللائحه على اللوحه الخشبيه على مستوى ثلاث فروع، بكره هتبقى في ايد الاعضاء باذن الله بالليل، اذا ما كانش بكره بالليل هيبقى يوم الجمعه صراحه ان شاء الله هتبقى موجوده. 30,000 نسخه. 30,000 نسخه. الحمد لله رب العالمين. يعني دلوقتي يعني لو هتتابع السوشيال ميديا هتلاقي فعلا، لان كان في ناس بتشكك في الكلام ده. انا عايز اقول لك حاجه تميدو، اللي ملوش مصلحه في حاجه بيبقى صوته او صاحب الحق بيبقى صوته عالي. احنا الحمد لله رب العالمين مش هنقول اللائحه دي من صنع بشر مش قران، اكيد هيبقى فيها اخطاء، ولكن الحمد لله رب العالمين احنا تلافينا الاخطاء. اقدر اقول لك النهارده بنسبه 95% او 90%، يعني انا شايفها الحمد لله، ومتابعين على السوشيال ميديا في رضا على مستوى فروع النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. اكيد بقدر الامكان النادي الاهلي فعلا مجلس ادارته كابتن محمود الخطيب اعطى السلطه الحقيقيه والحق الحقيقي والحق في تقرير المصير للجمعيه العموميه، وده كان حلم الاهلاويه طول عمرهم. اكيد احنا اول نادي نادى بالجمعيه العموميه هي صاحبه الحق وهي بتقرر مصيرها. اول نادي بيتكلم في الموضوع ده من 2006، اول نادي بيقول اتباع الميثاق الاولمبي. الحمد لله النهارده احنا في 2018، احنا عملنا اللي علينا الحمد لله رب العالمين، مجلس الاداره اجتهد اخترنا قامات قانونيه عشان خاطر تشارك في صناعه هذه اللائحه. النهارده بقى الفاضل اعضاء الجمعيه العموميه عائله النادي الاهلي اللي احنا واثقين فيها كل الثقه باذن الله تشرفنا وتنزل عشان خاطر تحدد وتقرر مصير النادي الاهلي في لائحته الاساسيه او لائحه النظام الاساسي، وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه 28/9 من الساعه 8 الصبح في انتظارهم لغايه اما القاضي يصفر صفارته النهائيه باذن الله ويعلن عن النتيجه، وربنا يكرم باذن الله ان شاء الله. اكيد يا كابتن، يعني وكل الاعضاء الجمعيه العموميه زي ما حضراتكم بتقول انتوا واثقين فيها، هم كمان واثقين في مجلس الاداره، واثقين في كل اللي بيقودوا النادي الاهلي، وعارفين يعني ايه مجلس اداره قد ايه هو مجلس محترم وخايف على النادي الاهلي في المقام الاول والاخير. الحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. يعني في جهد مبذول غير عادي، في حوارات حصلت او حوار مجتمعي وقمه الديمقراطيه، في نقاشات حصلت وتبادل اراء ما بين الاعضاء على مستوى الثلاث افرع للنادي. لا الحمد لله رب العالمين اتعملت بشكل كويس الحمد لله، ما ناقص بس ناقص حاجه واحده فقط لا غير، اعضاء الجمعيه العموميه تنزل يوم 28 ان شاء الله تقول رايها سواء موافق او غير موافق، ولكن بيشارك في صناعه دستور النادي الاهلي، بيشارك في صناعه مستقبل النادي الاهلي، وزي ما معالي المستشار محمود فهمي قال هي مش قران قبل أكيد. للتعديل أكيد. ناس كتير في المستقبل هتستفيد منها أكيد. ان شاء الله باذن الله باذن الله هتكون غطت كل طموحات واحلام النادي الاهلي وخصوصا في باب الاستثمار. اكيد يا ست العميد، يعني انت